مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك كلم اللي هو مختار يتصرف ينقله جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه. قنبلة تي ان تي شديدة الانفجار. يا مختار ماسك، يا مختار ماسك، يا مختار ماسك، يا مختار ماسك. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا ماسك. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مسألة خطيرة جدا. خطيرة ايه بس بدوعته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن ماسك. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعة القاهرة. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه مصر يكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي، احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المنيا. ايوه ايوه لازم يشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلا تفرق لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين؟ إيه؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات باي صفه، وانا حرمتك كل حاجه. معلش انا بتقل عليك ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخويا تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعاده تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي اطمني خالص. اهو الشمنول صحي يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. جرجس مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي يا عم، اطمن بقى كل حاجه زي الفل. يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار، يا مختار ماشي. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبلة فجرت بنجاح وكلتنا زي الفل، مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقي دماغه. مريم، انت مريم انت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بقى اليومين دول ما تبلش وقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما اقدرش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها.
وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجه، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفس يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الذهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل؟ صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمة يا شيخ حسن. دول حتتين دهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجة. ما يصحش يا مرقص. امال طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجة بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنة أولى. بنحب بعض من سنة أولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحية وأنت مسلم؟ أيوه ايه ده حرام. قصدي يعني آخرة الحب ده ايه؟ مش فاهم. آخرته الجواز إن شاء الله، ادعي لي أنت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا أحمد. ايه يا عم أنت دخلتني النار فجأة وأنا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوموا تصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الا انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر، انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلوله، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجوهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويلي. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى الشيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركه الرب تحل عليكم. طب
أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر لنا ما